صباح الخير لكم زملائي، صباح الخير أعزائي المشاهدين. بهاي الفقرة رح نسحبكم بعالم الأزياء، عالم الأزياء اللي صار كتير متميز بالأردن، وفي كتير عنا مصممين أزياء صار لهم اسم بعالم الأزياء، وخصوصا لما بنحكي عن الصبايا والشباب وبنحكي عن الأزياء التراثية اللي صارت تأخذ شكل مختلف تماما. اليوم معنا هيا عوض، يعطيك العافية هيا. الله يعافيكي، صباح الخير، وكثير مبسوطة أني أكون معكم اليوم بالصباح الحلو هذا. هيا، يعني لما بقول أزياء يعني هي تراثية لأنه العبايات، لكن صارت بتاخد شكل كتير مختلف. اليوم إحنا عم نحكي عن الكوليكشن الجديد تبعك، تحكي لنا بداية عنه وكيف إجت لك هالفكرة اللي تطوريها بشكل مختلف. مظبوط، هلا العباية تطورت، بطلت بمفهومها التقليدي إنه عباية وإشي فورمال مثلا، إشي سيمبل لون واحد أو حتى المعنى منها، بالعكس دخلت عالم الموضة وصارت العباية إشي ستايلش وإشي كتير مودرن، ومن هون إحنا صرنا نطور على هاي التصاميم. العباية أو العبايات اللي أنا اعتمدتهم بالكوليكشن الأخير هو دمج أكتر من صنف لون وماتيريال، يعني دانتيل مع ماش عادي مع تطريز مع كتان، إشي تقيل ستان مع إشي خفيف مثلا قطن. هذه التوليفة زي ما تقولي هيك عملت إفكت حلو يعني، والناس حبتها ورغبتها أكتر. صار إنه مش بس والله إنه إلى موسم أو إلى ناس معينة، الصبايا بيلبسوا عبايات، أي حدا بيلبس عباية، يعني صارت جزء من الستايل هلأ، موضة يعني. يعني واحنا اليوم لابسين من تصاميمك، يعني هذا جزء من اللي كنت عم تحكيه انه دمج القماش المختلف، دمج الالوان. قد ايه عم بتشوفي الصبايا عم بيلبسوها؟ ايش اكثر مناسبات عم بيلبسوا فيها العبايه؟ هلا اللي عم المناسبات اللي عم بيلبسوها غير انه الاشياء اللي زي ما احنا بنعرف مثلا برمضان او شيء، لا صاروا يلبسوها مثلا قبل حفلات الاعراس، بري ويدنج بارتيز، حفلات الحنة، وحتى بتستغربي مرات طلعات عاديه هيك صيفيه سمري بتكون هيك ثقيله على الجاهات مثلا على الخطب، ممكن اعراس حسب قد ايه بتقليها. هاي الكوليكشن انا عملت فيها شيء فورمال كثير انه ممكن حدا يحضر عرس فيها او هيك شيء ثقيل زي لليل، وعملت شيء هيك شوي صيفي وسمري فريش، الالوان هيك نابضه بالحيويه. يعني برأيك أنه لأي مدى صرنا بنتقيد بلون السنة أو بالموضة؟ لسه في تقيد، نقدرش نقول بنقدر نلبس اللي بدنا إياه. في السوشيال ميديا اللي هي قاعدة بتحولك كل أسبوعين في موضة جديدة، اللي هو هذا اسمه الفاست فاشن، زي الفاست فود، سريعة هاي الموضات والستايلات والكوليكشنات اللي عم تطلع. يعني نوعا ما مش مكلفة، مش غالية، افوردبل، بيقدر الواحد يشتريها، لكن هي عم بتقودك. فهلا مثلا لون الكموني الاصفر هو اللي عم طاغي، مثلا الشناتي القش والشناتي البني والشناتي السمبل تاعون سمر هي اللي ماشيه هاي موضه، الحلاق اللي كثير ثقيل الستيتمنت، فهذا كله عم نشوفه وين؟ على السوشيال ميديا. وطبعا الشركات والبراندات الكبيره بتلاقيها يا مسرعها بانها تصنع هالشيء. انت كمان مش بس بتصممي عبايات، يعني اليوم ما عناش من كوليكشن التيشيرتات، لكن كمان بتصممي تيشيرتات، احكي لنا عنها. مظبوط، هلا التيشيرتات هي السيجنتشر تبعت هيا عوض، تبعت فاشن اتاك. بديت انا بالكوليكشن تبع التيشيرتات من 4 سنين، وهلا عم بطور عليها اكثر. هي اكثر من انها تيشيرت، هي كيف لوحه بيضة وبترسمي عليها او بتعملي عليها تصاميم. فانا يعني الشغل اللي هو ديزاين تصميم، بصمم هاي الافكار او هاي الستايلات، وبرنت التيشيرتات بطلعها بطريقه انها تكون مور ذان تيشيرت، يعني اتس ان ايمج زي ما انت شفتي. كان بالديزاينات هو دمج الماضي بالحاضر، التراث العربي، الحطه الاردنيه والعربيه، المكحله القديمه، يعني طلعت رموز عربيه قديمه وطورت عليها. طبعا هلا عم بيتطور كثير كوليكشن، وفي كوليكشن كثير جديد تيشرتات رح ينزل كمان، ما بدي احكي عنه كثير بس ترندي، عشان هيك انا مسمياه يعني البراند تبعي فاشن اتاك، انه ات اتاكس يو ان ا نايس واي. طبعا كثير ناس بيقولوا لي مثلا لما نشوف التيشيرت بنبتسم، بتخلينا هيك نضحك، بتخلينا نبتسم. يعني احنا بنقدر نقول انه الاكثر هي لجيل الشباب موجهه الديزاينات، ولا لاكثر من عمر ممكن يلبسها؟ لا اكثر من عمر، في امهات كثير بيلبسوا من التيشيرتات، وانا بعتبر تصاميم كبيره وصغيره يعني الديزاينين. مش بس يعني زي ما قلت لك التيشيرت بطلت هي بمعناها انها تيشيرت، ممكن تروحي سهرة وانتي لابسة تيشيرت مع كعب مع بليزر.
قديه صرنا هلا بنعتمد هاي الاشياء ببساطة ممكن تقلبيها وتصير إشي رسمي؟ سؤالك كتير مهم، لأنه إحنا هلأ حياتنا عملية أكتر، فكلنا بنطلع نشتغل، كل واحد ملحوق وما معه وقت، وبتعرف كيف المسافات بعيدة، فبتفضلي إنك مثلا تغيري شوي باللبسة، ممكن تلبسي هاي هيلز وتشلحي السليبر، مثلا تلبسي بليزر وتتحول اللبسة تبعت الصبح نفسها للبسة تزبط لسهرة أو هيك شيء. نتمنى لك كل التوفيق هيا، شكرا لك. ثانك يو لكم كتير كتير.